إذا كنت شغوف في عالم الأخبار وبتحب تصير مذيع، ما إلك غير تقبل هالتحدي. قرأت خبر وكأنك مباشرة على الهواء. مين بيعرف يمكن تكون معنا ضمن برنامج تدريب أكاديمية خارج العربية؟ جاهز؟ قالت وزارة الدفاع الروسية إنها ستكثف غاراتها على كييف رداً على هجمات داخل الأراضي الروسية، مشيرة إلى تدمير وحدة لإنتاج صواريخ أرض جو في مصنع فيزار قرب العاصمة الأوكرانية. كما أعلنت الوزارة مقتل 30 من المرتزقة في وحدة عسكرية بولندية خاصة بمنطقة خاركيف، مضيفة أنه قد تم تحرير مصنع إليتش في ماريبول بالكامل من قبضة أوكرانيا. كما كشفت موسكو عن استهداف نظام S-400 الصاروخي مروحية أوكرانية من طراز Mi-8 كانت قد هاجمت قرية كاليموفو في منطقة بريانس أمس.